Barbaro Kleja'nın çıkış topak. هنشوف خبط ازاي. اهو فعلا هو نزل اهو في الاي من تحت، خبط في رقبته وفي صدره، قام متألم، لانه طبعا اللاعب لما بيكون قوي الخبطات اللي من هذا الشكل بيتحملها وبيكمل. دول بدلاء الولايات المتحدة الامريكية. وجول، الجول الثالث، الجول الثالث بتجيبه تشيكوسلوفاكيا، بتطلع بالكرة قصيرة وبيحطه هازك كابتن تشيكوسلوفاكيا. هازك نمرة أربعة بيجيب الجول الثالث لتشيكوسلوفاكيا. هنشوفه مرة ثانية لعبها على طول وتفوت. يبقى ده حتى الآن أكبر نتيجة في مباراة البطولة، ويخوي يحطها بيتقدم وبيحطها هازك بيجيب الجول الثالث. هازك رقم 4